السلام عليكم. أخبار أهرام آخر ساعة، واسمعوا وعوا يا جماعة، حدث ما لم يكن أبدا في الحسبان. جاي لي أشوف له عريس آخر ما أتوقع من إنسان. أنا بصراحة اعتراني الذهول وأصبت بالجنان. ده أنتي يا مجمعة البنات على الشبان جاية تقولي لي شوف لي عريس من العرسان، وأنتي معاكي عرايس وعرسان بالكوم ومجمعاهم ودايما أفرحهم بعد انتهاء الصوم، ودايما بعد الجواز بيرموا عليكي اللوم. الحقائق بتتكشف والمستخبي بيبان، اللي كان عامل عملية واللي كانت مركبة طقم اسنان واللي كانت متزوقة بالدهان. ده انت في كل بيت ليكي علامة، والكل لما تمرضي بيتمنى لك السلامة. فيهم اللي بيقولك جوازتي سعيدة، ومنهم اللي يقولك روحي منك لله يا بعيدة، وتالت يقولك جوازتي جوازة الندامة ونفسه يمسك في زورك ولا يجيبلك غرامة. ومع ذلك انا هكلم جمهوري يشوف لك عريس بدل ما تنتحري وتغوري، ولا على الحالات اللي عندك تصوري وعلى عرسانهم تلفي وتدوري. بس انت جيتي في الوقت المناسب، انا كنت ناوي اختم والم الليله وحاسب، اهو كده انت لحلقاتنا خير ختام. ولو لقينا لك عريس يبقى جبرت وتمام، ولو ما لقيتش شكلي هتدبس فيكي واجيب بعضي واتقدم ليكي وارحم البشريه من بلاويكي. اللي عرف مين عروستنا الهباب يتقدم باوراقه ولا عتاب، وانا هدفع للمأذون الحساب واجيب له صينيه فته وفوقها كيلو كباب، وازفه لحد الشقه واقفل عليه الباب. وبكده اكون نهيت معاكم فوازيري يا احباب، اتمنى اكون كنت عليكم خفيف، واذا كان يبقى شوفوني بكام رغيف، واتمنى اني ما كنتش رغاي، واذا كان فعليكم بالقهوه والشاي، ودي وصفات شاعر السعاده. واشوفكم على خير وتشوفوني في الاعاده، وانتظروني ان شاء الله في العيد بعمل مميز وفكر جديد. شايفكوا زهقتوا مني وده اكيد، امشي انا بقى قبل ما تطول الايد او ابات متكلبش في حديد. سلام وبلاش تهديد ووعيد، واشوفكم على خير في العيد.